اوكي، المرحله الان هي انه نستعمل هذه الرود في عمليه الليفلينج. حنجرب عمليه الليفلينج ونفهم القراءه كيف تتم بالضبط على هذه الرود اللي هي القيم الموجوده فيها هنا بالديسيمتر، زي ما شايف يعني من صفر تبدا. اوكي، واحد ديسيمتر يعني هنا الى حد هنا عندك 10 ملم، واحد ديسيمتر 20 ملي هنا 1 ديسيمتر، 2 ديسيمتر يعني 20 سنتيمتر، 30 سنتيمتر. اوكي، وكل قطعه هنا هذه المسافه هي 1 سنتيمتر. يعني مثلا لما تكون هنا 3 ديسيمتر يعني 0.3 متر، بما ان احنا نشتغل في الاس اي 0.3 متر. هنا مثلا لما تقرا هنا عندك 7 يعني 0.7 متر. لما تقرا 1 هنا فوق او 10 يعني 1.0 متر. بالطبع احنا اللي يهمنا انه نكتب 1.000 يعني، لانه لازم نمشي 3 اعداد بعد الفاصل بالنسبه لل، الا اذا تكون نسبه الدقه عندك في شغلك يعني اقل. وكل كل كل يعني انكريمنت هنا هو 1 سنتيمتر. اوكي، يعني 10 ملي. اوكي، عندك هنا مثلا لو 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 مثلا لو مثلا قراءتك انت حتكون في هنا مثلا، let's say هناك مثلا وين الرسمت، هذه هي 1 متر. اوكي، 10 ديسيمتر 1 متر، وهنا كم سنتي؟ 1 2 3 4 ماشي. يعني عندنا 1.04 سنتيمتر، وهنا حنروح بالمليمتر. ما هو أكيد، دقيقة خليني أعمل فوكس، ما هو أكيد هنا نصف سنتيمتر، هنا تقريبا 3/4 سنتيمتر. يعني هذه ممكن نحطها كم؟ 7.5 ملي. اوكي، بالتالي تيجي القياس عندك 1.0475 بالنسبه لهذه القراءه. اوكي،